اليوم السابع ركزت على تصريحات طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه، واللي اكد فيها انه غير وارد زياده اسعار المنتجات البتروليه خلال العام المالي الحالي اللي هو هيكون لغايه 30 يونيو 2018. وقال كمان ان في تصريحات مهمه جدا هيقولها قريبا جدا بتدعم الموقف البترولي وزياده الغازات، يعني الغاز الطبيعي في مصر. وقال كمان ان في توفير في فاتوره الدعم خلال الربع الاول من العام المالي الحالي بلغ حوالي 4 مليارات جنيه، وان حجم الاستهلاك بلغ 23 مليار جنيه. واشار ان ارتفاع سعر برميل النفط سيكون له تاثير سلبي على فاتوره الدعم، لكن اكد ان رغم كل هذه لكن في محاولات ان احتواء الموقف ولا يتم الزياده في اسعار الوقود حتى نهايه العام المالي الحالي ان شاء الله.